بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية المباركة نتناولها بإذن الله في محاور ثلاث الا انه قبل الدخول في هذه المحاور هناك بعض الروايات في شان نزول هذه الايه الزمخشري يذكر في شان نزول هذه الايه انها نزلت في قوم قدموا ذبح الاضاحي قبل صلاه العيد فنهاهم الله عن ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا شان النزول طبعا ملاحظة موجوده ان الايات المباركه لها شان نزول يعني في مناسبه خاصه في قضيه خاصه نزلت هذه الايات الا انها لا تختص ب ذلك المورد وانما الايات القرانيه في كل عصر وزمان لها مصاديق يعني فرعون قضيه فرعون عندما نقراها نتلو تلك الايات المباركه هل مختص بفرعون او في كل زمان طاغوت وفي كل زمان فرعون تلك الاوصاف تطبق على طاغوت الزمان ايضا مو انه مات فرعون فماتت الآية كما في الرواية الصحيحة وإنما القرآن يجري مجرى الشمس والقمر يعني دائما في تجديد دائما هناك يطبق القرآن وتطبق الآيات القرآنية على كل زمان وفي كل مكان هذه الآية لها شأن النزول لا تقدم بين يدي الله ورسوله الزمخشري يقول شأن النزول هذه القضية المسلمون قدموا ذبح الأضاحي على صلاة العيد فنهاهم الله إلا أن هذا الشيء بعيد من هذا المورد لأنه في رأس الآية في آخر الآية الله يقول إن الله سميع عليم ما يقول إن الله بصير عليم ذبح الأضاحي عمل يرى بالعين ما يرتبط بالسامع مع أن سمع الله عين رؤيته هذا لا شك فيه ولكن المناسب للذبح الرؤيه مو إذن اذا القضيه ترتبط بكلام دار بين البعض وقدموا كلامهم على كلام رسول الله فالنهي نزل في هذا المورد. البخاري يذكر في ما يعبر عنه بالصحيح ان هذه الايه نزلت في قوم من بني تميم اتوا الى رسول الله قالوا لرسول الله عيّن لنا اميرا. فقام ابو بكر قبل ان يتكلم رسول الله فقال يا رسول الله عيّن فلانا ذكر اسما. فخالفه عمر وقال عيّن غيره شخص اخر فتخاصما عند رسول الله. فنزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله يسمع ما تقولونه هذا موجود في كتاب البخاري هذا المورد قريب أيضا من كتبنا في تفسير البرهان في رواية أن هذا عن أمير المؤمنين أن هذه الرواية نزلت في شخصين من قريش بدون التصريح باسمهما في شخصين من قريش. في البحار في المجلد الثامن اكو روايه شخص ياتي الى امير المؤمنين ويسال عن شان نزول هذه الايه، في من نزلت يا امير المؤمنين هذه الايه؟ فيقول له امير المؤمنين حاصل الكلام انه تريد تورطني؟ الامام كان يعيش اجواء التقيه الخوف من الاخرين ممن يرتبطون بالشيخين فقال له يعني اتريد ان يتكالب الناس علي فقال لا بل اريد ان اعرف ذلك فقال امير المؤمنين اكتب عامر اكتب معمر اكتب عمر اكتب عمار اكتب معتمر احد هذه الخمسه ما صرح باسمه وانما ذكره ضمن اسماء اخرى للاجواء اللي كان يعيشها هسه المهم الايه نزلت فيهما حسب الروايات الموجوده في كتبنا ولكنها لا تختص بهما وانما الخطاب عام يشمل الجميع يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المهم كيف يتعامل الانسان مع رسول الله؟ كيف يتعامل الانسان مع اهل البيت سلام الله عليهم؟ هذه قضيه ترتبط بنا. الكلام في محاور ثلاث في هذه الآيه. المحور الاول في تفسير المعاني الموجوده في كلمات وجمل هذه الآيه. المحور الثاني في النهي عن التقدم على الله ورسوله في غير الالزاميات. المحور الثالث في النهي عن التقدم على الله ورسوله في الالزاميات. نشوف المحور الاول وباختصار الايه المباركه تبدا في سوره الحجرات، الايه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا الله عز وجل لم يقل يا أيها المؤمنون المنادى إن كان عند ألف لام فيتقدمه كلمة أيها يا أيها الرجل وتقول يا زيد أما إذا كان الرجل يصير يا أيها الرجل مو يا الرجل فهنا يا أيها المؤمنون لم يقل الله عز وجل وإنما صدر الكلمة بالموصول يا أيها الذين آمنوا خصوصية كلمة الموصول هنا الذين أن الإيمان لم يكن جبرا عليهم يعني احتمال لماذا صدرت هذه الكلمة بالموصول الإيمان مو جبر يا أيها المؤمنون يعني يمكن أنتم آمنتم كرها أو طوعا عندما يقول يا أيها الذين آمنوا يعني انتم باختياركم انتخبتم الايمان فمن باختياره ينتخب الايمان هو اولى بان يطيع كلام الله مو مجبور وانما مختار فاطع ما اقوله احتمال هذا احتمال اخر انه هذا تحريض للاطاعه وعدم العصيان يا ايها الذين امنوا تحريضه اكثر من يا ايها المؤمنون يا ايها الذين امنوا طبعا هناك احتمالات اخرى لا اذكرها الان لضيق الوقت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا هذه الجمله لا تقدموا ماذا شنو معنى تقدموا تقدموا فعل متعدي اين مفعوله قدم زيد عمرا قدم زيد اين متعلق هذا الفعل محذوف حذف المتعلق يفيد العموم لا تقدموا يعني لا تقدم كل شيء يعني لا تتقدم على الله ورسوله في كل شيء في القول ممنوع أن تتقدمون على الله ورسوله في العمل ممنوع حتى في الفكر إن يعني لا تتقدم على الله في الفكر الذي يقول أنا أصل إلى الله من طريق العقل خارج عن إطار الشرع هذا منهي عنه لا تتقدم على الله اسمع الى الله اسمع الى رسوله ومن منطلق الايات والروايات فكر في الخالق فكر في المخلوقات من منطلق الايات والروايات مو انه نخلي الايات والروايات على كتر واحنا نريد ان نرى ماذا يصل عقلنا فنقع في شطحات الفلاسفه مثلا اصحاب الافكار المنحرفه لا تقدموا ما في مفعول مع ان الفعل متعدي يحتاج الى مفعول. يعني انت لازم تكون تابع لله ولرسوله. المتقدم عنكم مارق، والمتاخر عنكم زاهق، واللازم لكم لاحق. اللي يلازم اهل البيت واللي يلازم الرسول صلى الله عليه واله يلحق بهم. اما التقدم والتاخر فكلاهما سيان في الوقوع في المهالك. فحذف المتعلق يفيد العموم لا تقدموا يعني لا تتقدم لا في قول ولا في فعل ولا في فكر ويحتمل أن يكون التفعيل بمعنى التفعل لا تقدموا يعني لا تتقدموا بنفس المعنى أيضا يعني المفعول محذوفا إذن هذا المعنى الثاني، الجملة الثانية: "لا تقدموا بين يدي الله". بين يدي الله ورسوله. الإنسان عندما يعصى شخصا كبيرا، عندما يخالف أباه مثلا، يخالف أمه، يخالف من يحترمه. المخالفة قد تكون في حضوره، وقد تكون في غيابه. المخالفة في الحضور أشد عصياناً من المخالفة في الغياب. المخالفة مخالفة فيها معصية، ولكن إذا خالف وهو حاضر أمام أبيه مثلاً، فهذه المخالفة أشد عصياناً. الآية المباركة تقول: لا تقدم بين يدي الله ورسوله بين يدي يعني أمامه يعني في حضوره. المقصود في حضور الله أنت أيها المؤمن حاضر عند الله وحاضر عند رسوله. فلا تقدم ولا تتقدم الأعمال صحيح أنها تعرف في أيام الاثنين والخميس على رسول الله وعلى خلفائه الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين إلا أن الأعمال في مرأة ومنظر من الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو الخليفة على وجه الأرض الآن فأنت لما نتخالف الله ورسوله أنت تخالف الله ورسوله في حضورهم مو في غيابهم فالأمر أشد وأسوأ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أمر بالتقوى آخر وصايا الأنبياء التقوى الخوف من الله الله يجب أن يهاب منه الله يجب أن يخاف منه هذا العظيم يخاف من عدله أن الله لا يظلم ولا يجور الخوف كله الخوف من عدل الله عز وجل ولذلك نقول يا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك العدل دقيق واتقوا الله إن الله سميع بصير أيضا في هذه الجملة تأكيدات متعددة أولا كون الجملة اسمية الجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار يعلم الله إلى معنى إن الله عليم يدل على الثبات والاستمرار تصدير الجملة بإن اللي هي حرف تحقيق إن الله تحقيق وتأكيد إن الله هذا يعني ارتباط المسند بالمسند إليه هذا ارتباط وثيق لا ينفصلان ذكر كلمة الله بدون إضمار واتقوا الله إنه سميع عليم لم يقل إنه بالإضمار كرر كلمة الله إن الله ذكر الاسم الظاهر هذا تأكيد سميع مبالغة، عليم مبالغة ذكر الخاصة قبل العام والإضراب عن الخاصة للعام لأن الله يعلم العلم قد يكون من السمع طبعا فينا البشر قد يكون من الرؤية، قد يكون من اللمس الحواس الخمسة الموجودة الله عز وجل سميع طبعا وسمعه عين علمه وعين رؤيته ولكن مع ذلك اضراب سميع عليم إضراب من الخاص إلى العام هذه التأكيدات الهائلة في هذه الآية لبيان أمرين اللي يرتبط المحور الثاني والثالث أولا التقد... النهي عن التقدم على الله ورسوله في غير الإلزاميات في الكماليات ما يسمى الآن موجود في المطارات صالة الشرف أو التشريفات لما تريد تدعو مع الله عز وجل هناك آداب للدعاء. عندما تريد ان تدعو شخصا الى بيتك، هناك آداب يجب ان تراعيها لدعوة شخص عادي. هناك آداب يلزم مراعاتها مع رسول الله صلى الله عليه واله. مو من الامور الشرعيه الواجبه والمحرمه حتى تكون الزاميه، لا. الاداب يجب مراعاتها مع اهل البيت. تارة لا ينهاك اباك عن شيء مثلا فان لم تمتثل له تكون عاقا صير قطع للرحم هذا حرام وتارة انت تلبي رغبة والدك تلبي رغبة والدتك يعني ابوك ما يامرك بشيء وانما تعلم انه يحب هذا الامر فتلبي رغبته هذا جيد جدا هذا من مراعاته من كمال الأدب هنا مع الله ورسوله يجب أن يراعي الإنسان الأدب وإلا يحبط عمله وإلا يحبط نوره كما في الروايات شخص اسمه بشر ابن براء ابن معرور رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالس وأمامه مائدة طعام أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس على المائدة وهذا بشر ابن براء أيضا جالس على مائدة الطعام أتت امرأة هذه المرأة كانت يهودية إلى رسول الله بكتف شات مسموم هذا الكتف جعلت فيه السم الرسول صلى الله عليه وآله كان راجع من غزوة خيبر فبعد ذلك هذه المرأة كانت يهودية أرادت أن تقتل رسول الله إلا أن ظاهرها الإسلام، امرأة أتت إلى رسول الله بكتف شاط طبعاً في الرواية أنه يستحب أكله أعال الحيوانات ويكره أكله أسافل الحيوانات، لذلك رسول الله كان يحب الكتف. فجعلته في المائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء التفت إلى شخص أو خرج لحاجة بشر ابن براء شوفوا المراعاة مع رسول الله بشر ابن براء مد يده وأخذ جزءا من اللحم وضعه في فمه وبدأ يمغض ذاك الطعام اللحم أمير المؤمنين صلى عليه أفضل الصلاة السلام قال يا بشر أتتقدم على رسول الله انتظر هذه مائدة رسول الله هل الرسول يرجع أو الرسول يمكن كان ملتفت وهو على المائدة بس لم يبدأ بعده الشاعر يقول وإن مدة الأيدي وإن مدة الأيدي إلى الزادة لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا واحد لازم يراعي الأدب حتى في على المائدة وعلى الطعام أمير المؤمنين يقول له يا بشر أتتقدم على رسول الله؟ قال بشر مزاحا وهل ترى رسول الله بخيلا؟ خب الرسول مو بخيل فأنا أدري أنه راضي فأبدأ قال أمير المؤمنين كلا رسول الله مو بخيل ولكن يجب أن تراعي واحد يجب أن يراعي أن لا يتقدم على رسول الله لا في قول ولا في فعل يجب ان لا يراعي هذا اولا مضافا قال امير المؤمنين انه هذه المراه لا نعرفها وقد يكون هذا الطعام مثلا مو صالح فان كان سيئا فعليك فتتضرر اما اذا رسول الله بدا بالطعام فانت رسول الله يضمنك هذا ما قاله امير المؤمنين سلام الله عليه له الا ان بشر لم يهتم وبلع اللقمه بعد ذلك وإذا ببشر يأخذ العرق يتساقط من جبينه هذه امرأة يهودية والكتف مسموم أثر السم فيه ومات بشر ومات في لحظته الرسول أتى وأخذوا بشر إلى المغتسل كذا الرسول جلس مع أصحابه كان أبو ذار عمار وقرأ بعد البسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء والتقم من الكتف اللقمة الأصحاب هم بدأوا ولم يتأثروا بشيء ببركة رسول الله صلى الله على محمد وعلى محمد إلا أن بشر مات خلاص لأنه تقدم على رسول الله أتوا إلى أن يصلوا على رسول الله يمكن كان العصر وقت ما مذكور في الرواية فرسول الله في المسجد قال أين علي قالوا بعد في الطريق ما واصل فقال رسول الله أمرنا الله عز وجل الأنتظر أن لا أصلي على بشر حتى يأتي علي ويدعو له ليكون كفارة لذنبه هذا الذنب التقدم على رسول الله ولو في أمر و... لم يقصد إهانة رسول الله وأنه ويعلم برضا رسول الله ولكن حتى في هذا الأمر هذا إلى كفارة ودعاء علي كفارة له فأتى أمير المؤمنين ودعا له بعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي عليه فقال لو كان شخص لا يحتاج إلى رسول إلى صلاة رسول الله لكان بشر لدعاء علي بعد ذلك خاطب من كان في المسجد وقال: اعملوا شيئا يدعو لكم علي عليه السلام ولا تفعلوا ما يغضب عليا. واحد لازم يعمل ما يرضي امير المؤمنين ليكسب دعاء امير المؤمنين. لا يحرم الانسان نفسه من دعاء امير المؤمنين. صلى عليه رسول الله فارتفعت روحه بشر الى السماء فبشرته حور العين وقالوا له انتظرك رسول، انتظر عليا رسول الله صلى الله عليه واله لاجلك، هذا مقام عالي والملائكه كانوا يستقبلون روحه. الشاهد في الكلام التقدم على الله ورسوله حتى في المجال التشريفات ان صح التعبير، في الكماليات، في مجال الادب هذا منهي عنه. اما اذا بشر شويه كان ينتظر ما كان يموت وما كانت تنقطع اعماله من الدنيا صحيح دعا له امير المؤمنين وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه واله وانتقل الى الجنه ولكن هذا العمل كان عمل غير صحيح هناك محور اخر التقدم على الله ورسوله في الالزاميات يعني واحد يبتدع في الدين هو يؤسس نظرية له في الدين هذا محرم البدعة وكل بدعة في النار ضلالة وكل ضلالة في النار وما اكثرهم الان الا يسمع لكلام الله ورسوله مع ان كلام الله ورسوله حق وعين الحق يمكن الانسان ما يراه بالعين يقول لا تصدق اللي تسمعه وصدق اللي تشوفه لا يمكن واحد حتى اللي يشوفه ما لازم يصدقه لخطا في الحواس مو في الايه المباركه سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم حبال وعصي يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى هذا كان سحر سحر يعني لعب مو انه في الواقع انها كانت تسعى وانما سحروا اعينهم يخيلوا اليه مو واقع خيال يمكن واحد اللي يشوفه خطا يمكن اللي واحد يلمسه خطا يعني الحواس قد تخطأ ولكن ما يسمعه الإنسان من الله ورسوله والأمة لا لبس فيه ولا خطأ الإمام أمير المؤمنين هذه الرواية موجودة في كتاب سليم ابن القيس يقول قال لي رسول الله ما يجري علي بعد وفاته أو استشهاده قال لي رسول الله ذلك وأنا لم أكن بأعلم بعد ان شاهدت ما جرى علي مما كنت قاله رسول الله صلى الله عليه واله يعني لما قال لي رسول الله تلك الكلمه انا قبلت الكلمه وانا على علم ويقين بان ما يجري علي عندما جرى علي ذلك الامر بعد استشهاد رسول الله انا مو اعلم مني قبله بل قبل ذلك انا اعلم يعني أنا مسلم قطعا لرسول الله صلى الله عليه وآله قلبا أنا مسلم يعني بعد الرؤية كأني قبل الرؤية الأمر واضح عندي بل أنا قبل الرؤية أشد يقينا من بعد الرؤية هذا تأكيد ولا طبعا بعد الرؤية ما يمكن أن ينقص يقين الإنسان الإمام ده يقول أنا اللي شفته مو أكثر تأكيدا من مما قاله لي رسول الله مع أني سمعت من رسول الله هذا اوجه الثقه بكلام المعصوم سلام الله عليه، مع ان امير المؤمنين لا يخطا لانه معصوم. هكذا يجب ان يكون الانسان ان يثق بالمعصوم في جميع افعاله، ذاك الشاعر يقول انه جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أو أبيت ليش يقول لست أدري لماذا ما يدري لأنه لم يسمع لكلام الله ورسوله أمير المؤمنين يقول أنا أعلم مما رأته عيني بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله هذا يقول أنا ما أدري من وين جاي وش وقت أكون كيف أسير الإنسان بل أنا أعلم لانه قال رسول الله كذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله انتم في حضور الله انتم في حضور رسول الله انتم في حضور الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف فيجب عليكم ان تتبعوا خطواتهم ان لا تتقدموا عليهم في كل صغيره وكبيره في كل كلام حتى في خطرات البال الفكر إذا كان الإنسان هكذا يسعى أن يتقيد بكلام الله ورسوله، أن يعمل. ذاك الرجل يأتي يمكن عبد الله بن سنان الإمام يقول, يقول هناك هواجس تخطرني وأفكار تأتي إلى قلبي فالإمام قال له في ضمن الدعاء قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال عبد الله بن سنان أنه أقول يا مقلب القلوب والأبصار الإمام قال: كلا إن الله عز وجل صحيح أنه مقلب القلوب والأبصار، ولكن التزم بما أقول لا تخرج مما أقوله أنا أو في مورد آخر الإمام سلام الله عليه كان يذكر أيضا دعاء لشخص قال يحيي ويميت بالنسبة إلى الله عز وجل فالسائل قال يحيي ويميت ويميت ويحيي أضاف ذلك أيضا الإمام نهاه عن ذلك قال لا تضف اتقيد باللي نقول له المهم أن يتقيد الإنسان هكذا يجعل نفسه مقيد بكلمات أهل البيت أن يطابق أفعاله أفعال, أفعاله أفعال أهل البيت إذا هكذا كان لم يتقدم وإنما كان معهم سعد ابن عبادة هذا معروف قتله الجن على ما ذكروا قد قتلنا سيد الخزرجة سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطو فؤاده هذا كان مع أمير المؤمنين فاغتالته السقيفة هذا سعد اللي بقى مع أمير المؤمنين سلام الله عليه طبعا في قضية مفصلة في حرب حنين في حرب حنين الرسول صلى الله عليه واله اعطى الغنائم لأهل مكة ولم يوزع على أهل مدينة الشيء سعد بن عباده هو كبير قومه اتى الى رسول الله ان كان هذا التوزيع من الله فلا نقول شيء وان كان من غيره فعندنا اشكال اللي يحارب لازم يحصل غنيمه مو الغنائم كلها تروح لأهل مكة قوم سعد كذلك ايضا قالوا قالوا انه نحن مع يعني سالهم رسول الله ماذا تقولون؟ قالوا نحن مع سيدنا. يعني هذا التقسيم ان كان من الله فنحن نتعبد بامر الله، وان لم يكن من الله فهذا التقسيم تقسيم ظالم. في روايه الامام الباقر سلام الله عليه، هذه الروايه مذكوره في الكافي. الامام سلام الله يقول لهذا الاعتراض فحط الله نورهم. سؤال كان مو اعتراف هسه سؤال لماذا تسال رسول الله كيف قسم الغنائم وبامر من كان تقسيم الغنائم؟ الا تعلم ان الرسول صلى الله عليه واله ان هو الا وحي يوحى؟ الرسول يفعل شيئا باختياره او هو باذن الله عز وجل وبامر الله؟ هو هذا السؤال الامام الباقر سلام الله عليه يقول فحط الله نورهم. النور اللي يسعى بين أيديهم الله عز وجل النور اللي أعطاهم عندما أخرجهم من الظلمات إلى النور الله هو اللي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور حط الله نورهم هذا النور اللي كانوا يحملوه وقع لهذا السؤال عن رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يكون الإنسان مقيدا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يعترض قد تأتينا آلام حواجس أمراض واحد يرضى بما رضي الله له يمكن واحد يبكي يمكن واحد يفقد عزيز يبكي عليه لا بأس بالبكاء الإنسان عنده عاطفة ولكن لا يشكل على الله لا يعترض على الله تسليم مطلق لأمر الله وإلا يحبط نوره هذا في أقل التقادير إذا خالف الله إذا اعترض على الله الله المهم ان نتمسك باهل البيت، الحمد لله انتم في زياره السيده فاطمه المعصومه هذه الليله، ليله استشهاد الامام الكاظم سلام الله عليه، وتذهبون الى الامام الرضا، وتكونون عند الامام الرضا ان شاء الله في يوم المبعث الشريف وليله المبعث، وما اعظم البركات التي تنزل على زوار الامام الرضا في ليله المبعث بصوره خاصه، بالعشرات يشفون في حرم الامام الرضا، بالمئات تقضى حوائجهم ببركه الامام الرضا واحد يطلب من السيده معصومه سلام الله عليها والامام الرضا ان يثبت قلبه على دين الله وعلى سنه رسول الله ان يكون كما في الايه المباركه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد إذا واحد يريد يشوف شدة إيمانه هذه الآية تطبق عليه أم لا أنه هذا غير مؤمن المؤمن الحقيقي اللي في النزاع والخلاف والشجار يأتي إلى رسول الله فان اعطى رسول الله الحق لخصمه يرضى ولا يجد في نفسه حرج مو في لسانه بعض الاحيان على اللسان يظهر الحرج هذا مخالفه امر الرسول الله وتاره في نفس الانسان يا ريت الحق كان معي يا ريت رسول الله كان يقضي لي كلا هذا مو مؤمن اللي في نفسه مسلم هذا مؤمن نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المسلمين وان يجعلنا من التابعين لاوامر رسول الله والائمه الطاهرين ببركه الصلاه على محمد وال محمد